ازيكم؟ ناس كتير بتيجي تطلب من الفيسبوك انها تغير اسم الصفحة بتاعتها على الفيسبوك، وبيتفاجئوا ان الفيسبوك بيرفض ده علشان خاطر البيج عليها فولورز كتير، وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. والسؤال اللي بيحيرهم جدا، ازاي الفيسبوك رفض ان هو يغير اسم صفحتي، وازاي قبل ان صفحات كتير عالمية واكبر مني بمراحل عرفوا يغيروا اسم البراند بتاعهم بشكل عادي جدا، وعرفوا بناء عليها يغيروا اسم الصفحة بتاعتهم بطريقة سهلة جدا، وازاي الفيسبوك وافق لهم على الكلام ده، وازاي رفض لي انا ان هو يغير اسم صفحتي. فانا في الفيديو ده جاي اقولك ازاي الناس دي قدرت تغير اسم صفحتهم بشكل سهل جدا وبشكل قانوني 100%، وايه الطريقة الشرعية والخطوات اللي هم مشوا عليها علشان الفيسبوك يقدر ويوافق ان هو يغير لهم اسم الصفحة بتاعتهم. وامثلة كتير طبعا جدا على الموضوع دون، زي على سبيل المثال سوق.com لما البيج بتاعتهم اتغيرت وبقت اسمها amazon.eg، ولما صفحة دوبيزل زمان لما بقت اوليكس، وصفحات غيرها كتير. تابعني بقى في الفيديو ده للاخر، وتعالى اقول لك ازاي الناس دي قدرت بشكل شرعي 100% تغير البيج نيم او اسم الصفحة بتاعتها على الفيسبوك. بس خليني في البداية اقول لك، لو بتتفرج عليا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو، وتعالى اقول لك الناس دي ازاي غيرت اسم صفحتهم. الموضوع ببساطة شديدة جدا اساسه ان الفيسبوك عايز يسيطر على فكرة الصفحات الفيك والناس اللي بتشتري صفحات وتغير من اسمها علشان تستغل عدد الفولورز واللايكس الكتير اللي موجود على صفحاتهم، ويغيروا الكاتيجوري بتاع الصفحة خالص. فالفيسبوك بدأ في الفترة الاخيرة عايز يحجم الموضوع ده. وده ليه عايز يعمل كده؟ عايز يعمل كده علشان المفروض انت كمستخدم ابليكيشن الفيسبوك عملت فولو لصفحة على اساس انها بتقدم محتوى معين، فبتتفاجئ بعد كده ان الصفحة دي اتغير اسمها، وان الصفحة دي بقت بتقدم محتوى مختلف تماما. فده بالنسبة لك بقت حاجة ضارة ليك، او الفيسبوك بيعتبرها ان هي حاجة بالنسبة لك مش كويسة، او عملت لك ازعاج نفسي. فالفيسبوك ببساطة شديدة حب يمنع القصة دي. عشان كده الفيسبوك لو ما تأكدش ان الصفحة هيفضل الكونتنت بتاعها هو بالتالي هيرفض تغيير اسم الصفحة بتاعتك. وده حصل معايا انا شخصيا. تعالوا كده نبص معايا على الجهاز، هتلاقي ان اسم الصفحة بتاعت شركتي اللي هو اسمها ايجي كونكت، كانت اول ما اتكررت سنة 2013 اول ما ابتدينا شغل كان اسمها ايجي كونكت بس، وبعدين لما جينا نغيرها في 2020 حبينا نخليها ايجي كونكت بس المجدي اللي هو اسم الشركة واسمي انا جنبيها. كان ما بين المدة دي والمدة دي حوالي 7 سنين تقريبا. فازاي بقى قدرنا نخلي الفيسبوك يوافق ان هو يعمل ده ويطلب، وانه احنا نطلب تغيير اسم الصفحة، وازاي الفيسبوك وافق؟ الموضوع ببساطة شديدة بيتلخص في 3 خطوات. اول خطوة هو ان انت تروح على صفحتك على الفيسبوك وتبدأ تنشر بوست جديد تكتب فيه سواء باللغة العربية او باللغة الانجليزية، ويفضل لو باللغتين ان عملائنا الكرام مثلا او متابعينا الكرام نفيد سيادتكم علما باننا سنقوم بتغيير اسم الصفحة، وذلك مثلا لتحسين الجودة مثلا، او ان احنا مثلا قمنا، او مثلا وذلك لاننا قمنا بتغيير اسم السجل التجاري والبطاقة الضريبية مثلا، او انه مثلا لتحسين خدمة الجودة او. المهم في الاخر تكتب بقى الجملة دي، ولكن نفيد سيادتكم علما بان الصفحة ستزال تقدم نفس الخدمة بدون اي تغيير. او لو انت بتقدم منتج هتقول ان احنا هنفضل بنقدم نفس المنتج بدون اي تغيير، ولا تغيير في الجمهور، ولا تغيير في المنتج، ولا تغيير في اي حاجة خالص، وان احنا نفس الشخص، مجرد بس كل اللي اتغير هو اسم الصفحة. طب ليه اسم الصفحة اتغيرت؟ ممكن تكتب لتحسين جودة الخدمة، ممكن تكتب لتغيير البراند، او ان احنا البراند تم بيعه، او ان مثلا ان انت بتعمل ده بناء على تغييرات مثلا في تسجيل العلامة التجارية او الكلام ده كله. الخطوة بقى رقم 2 ان انت تروح تكتب نفس الكلام ده في صفحة على الويب سايت بتاعك، ويفضل طبعا ان لازم تكون عندك ويب سايت عشان الفيسبوك يبدأ يصدقك
ويقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده ويوافق ان هو يغير لك اسم الصفحه. فانا برضو عملت نفس الكلام، ان انا جيت في صفحه الاباوت اس بتاعه الشركه وكتبت كلمتين بيدلوا على نفس الكلام، وان الشركه اسمها ايجي كونكت سوفت وير، دي هي شركه باسم مجدي، هي ماركتنج ايجنسي، مش عارف ايه الكلام ده كله. في الاخر انا وصلت رساله للجمهور وللفيسبوك ان الشركه هي بس تغيير اسم الشركه من ايجي كونكت باسم مجدي، او هي كانت ايجي كونكت بس، او ايجي كونكت ماركتنج ايجنسي، او اطلب بقى الطلبات، او مش عارف ايه بقى ايه. في الاخر هو مجرد تغيير شكلي، ولكن اهم حاجه ان انا بكتب في الويب سايت وبكتب في الصفحه عندي في البوست اللي انا هنشره على الصفحه عندي واحطه بنت توب على الصفحه، ان المحتوى لم يتم تغييره اطلاقا، وان هنفضل ننشر على الصفحه نفس نوع المحتوى اللي انتوا حضراتكم بتتابعوه. وبالتالي بعد كده بننتقل للخطوة التالتة، وهي ان احنا نروح نفتح الشات بتاع الفيسبوك سبورت، وانا هسيب لكم اللينك بتاعه في ديسكريبشن الفيديو ده، وتبدأ تعمل شاتنج مع الفيسبوك سبورت. طيب لما تيجي بقى تعمل شاتنج مع الفيسبوك سبورت هتعمل ايه؟ هتقول كونتاكت ادفرتايزنج سبورت مثلا على سبيل المثال، وتبدأ تكتب هنا عنوان ان انت عايز تعمل changing name of my page، ان انت هتغير اسم الصفحة، وتبدأ تعمل تستارت الشات مع الفيسبوك سبورت. طيب اهم حاجة بقى هتقول لهم ايه؟ دي اهم ما في الموضوع كله. لما تيجي تبدأ تعمل شاتنج مع الفيسبوك سبورت او الدعم الفني بتاع الفيسبوك، هتقول له كالتالي: Please I want to change my page name from كذا to كذا، يعني انا اريد تغيير اسم الصفحة بتاعتي من الاسم الفلاني للاسم الفلاني. ليه؟ I want to change the name of my page based on some changes in the government paper. معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اغير اسم الصفحة بتاعتي بناء على بعض التغيرات اللي حصلت في الاوراق الحكومية الخاصة بشركتي، او for the brand name، او بالخاصة باسم البراند نيم بتاعي، او ان احنا ممكن نقول to improve the quality of the service or product provided to our customer، يعني عشان نحسن من الكواليتي بتاعت الخدمة او المنتج اللي احنا بنقدمه للعملة بتاعتنا. واهم جملة بقى في الموضوع: but we are still the same page، يعني احنا ما زلنا نفس الصفحة، the same content، نفس المحتوى، the same audience، نفس الجمهور، and nothing will be changed except only the name، يعني مفيش حاجة هتتغير خالص غير اسم الصفحة بتاعتنا. وبعد كده تروح جاي قايل له ان انت نفس الكلام دون حطيته على الويب سايت بتاعك، وهتكتب له اسم السايت بتاعك وتقول له وتحط له اللينك، يعني مش تحط له اسم السايت بس، لا ده انت تحط له اللينك كمان اللي انت كتبت فيه الكلام ده. يعني لو انت مثلا حطه في لينك الاباوت، فهتروح تاخد اللينك كده كوبي وانت بتكلم الدعم الفني تقول له بليز تشيك this URL، ان انت خلاص انت بالفعل كتبت الكلام ده، وبتقول له برضو ان انت بالفعل نزلت بوست على صفحة الفيسبوك بتعمل تنويه للجمهور بتاعك ان انت بتغير اسم الصفحة بس، وده ذلك لزيادة جودة الخدمة مثلا، او تغيير في الاوراق الحكومية، ولكن ان انت ما زلت بتقدم نفس المحتوى ونفس الكونتنت ونفس كل حاجة. في الحالة دي الفيسبوك بكل سهولة هيوافق على تغيير اسم الصفحة بتاعتك، وساعتها كل اللي هيحصل حاجة من الاتنين: يا اما هيوافق على طول ولما يتأكد من الويب سايت بتاعك او من الصفحة بتاعتك، البوست اللي انت حطيته على الصفحة بتاعتك والكلام اللي انت كتبته على الويب سايت بتاعك في صفحة الاباوت مثلا على سبيل المثال، واقصى حاجة ممكن يغتت عليك فيها يقول لك طب اثبت لي الكلام ده يا معلم وابعت لي صورة السجل التجاري بالاسم الجديد. ولكن دي كيس ما بتحصلش كتير، وخصوصا الا مع الشركات اللي هي عندها عدد فولورز كبير قوي، وانك انت اسم الشركة او اسم الصفحة اسم شركة مش اسم شخص. ولكن هو يعني انا شخصيا حصلت التغيير ده مرتين، مرة طلبها مني ومرة ما طلبهاش، فالموضوع كان بسيط وعدة. اعمل الخطوات دي وان شاء الله هتدعيلي، وان شاء الله الفيسبوك هيوافق على تغيير اسم صفحتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج عليا على الفيسبوك، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.